استضافت أكاديمية الشرطة دورة أعداد المدربين للتدريب الشرطي السابق للانتشار بعمليات دعم السلام للقوة الإفريقية الجاهزة، وذلك بمشاركة 22 من الكوادر الوطنية والأجنبية من 9 دول إفريقية. مساهمات الشرطة المصرية في منظومة حفظ السلام الأممية لم تقتصر على كوادرها الأمنية، بل امتدت إلى تدريب وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية المحلية والدولية المشاركة في عمليات حفظ السلام بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة. في هذا الإطار أقيمت بالمركز فعاليات دورة إعداد المدربين للتدريب الشرطي السابق للانتشار بعمليات دعم السلام للقوة الإفريقية الجاهزة، والتي استمرت على مدار 13 يوماً بمشاركة 22 من الكوادر الوطنية والأجنبية من 9 دول أفريقية، إلى جانب خبراء التدريب من ضباط الشرطة المصريين ومسؤول التدريب الشرطي بمفوضية الاتحاد الإفريقي. And the course is well organized. Well, likewise the center, the training center is a very well established institution that is recognized internationally with all the necessary facility that can provide all that is required for the development of the officers and men for the peace support operation department. So I expect that at the end of the course I will be able to engage myself in the area of butterfly and to also teach my trainees in my country. الدورة التي عقدت بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وقدرة شمال أفريقيا استهدفت توحيد المفاهيم التدريبية لمرحلة ما قبل الانتشار وبناء قدرات الكوادر الشرطية العاملة في هذا المجال لتحقيق السلم والأمن المستدام في أفريقيا، حيث تعد هذه الدورة أول دورة تدريبية تعقد بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام عقب صدور قرار اعتماد المركز كأحد مراكز التميز لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي. مركز بامتياز يشرف العالم العربي، فعلا يمتاز بامتيازات كبيرة، ونحن كقدرة أفريقية بعد زيارتنا له الزيارة الأولى قررنا أن نبعث متدربين من الشرطة حتى يتأهلوا في هذا الصرح الكبير. هذا المركز طبعا يتوفر على بنية تدريبية جيدة، سبق للسادة لوزراء الدفاع والأمن بالإقليم أن اعتمدوا هذا المركز كمركز امتياز لتدريب المكون الشرطي. With the facilities which are very fine you have seen here, with the warmly welcome and professionalism, we are so pleased and we expect to further work with the peacekeeping Egyptian Peacekeeping Operations Training Center for Future Training. تضمنت الدورة على مدار أيام انعقادها محاضرات وحلقات نقاشية، إضافة إلى تنفيذ عدد من السيناريوهات العملية والتي تحاكي الواقع العملي في مهام دعم السلام الميدانية. وقد أشاد المشاركون بالتنظيم المتميز للدورة وبالإمكانات التعليمية والتدريبية واللوجستية المتطورة التي يتمتع بها المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة. نوعية الدروس والوسائل الممنوحة لنا من قاعات التدريس ووسائل الترجمة وحتى المطبوعات، الكتب المطبوعة، كله كان في المستوى الحمد لله. بنوجه شكري للعاملين على في المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام من ناحية المعاملة، الاستقبال، الكادر بالكامل كان ذات مهنية عالية. دور بارز للمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة في تأهيل وتدريب المكون الشرطي في مهام دعم السلام الأممي، ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والدولي بإمكاناته المتطورة. المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بإمكانياته اللوجستية والبشرية يواصل تنظيم الدورات التدريبية لضباط الشرطة المشاركين في عمليات حفظ السلام لإصقال مهاراتهم لأداء مهامهم الأممية في مختلف مناطق النزاعات. عبد الله بركات،
التلفزيون المصري.